صح. هذا الحديث ما كونه في صحيح مسلم وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فهو على حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية حديث يفيد اليقين، يعني مقطوع بصحته لأنه توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما صحة السند والآخر تلقي الأم له بالقبول. وجد في العصر الحاضر من نسفه نسفا بمنطق جاهل يظن أنه عالم، وهي مصيبة الدهر في هذا الزمان. قال والد السائل والد المسؤول كلاهما من أهل الفترة، ما جاءهم رسول. احفظ سؤالك، ما جاءهم رسول. كيف يقول الرسول إن أبي وأباك في النار؟ والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نحن أتينا بالآية السابقة، فنحن كان جوابنا على هذا الإشكال صدق الله وصدق رسول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن أبي وأباك في النار. لكن من أين لك أن هذين الشخصين هم من أهل الفترة، أي لم تبلغهم الدعوة؟ هم شيخنا كانوا على ملة إبراهيم، الله أعلم. لا، هو لك الذي سيأتيك تمام البحث جوابا عن سؤال أبو رامز. هو هذا السؤال، من أين لهذا المنكر لصحة الحديث أنه الأبوين هذون ما بلغتهم الدعوة فهم من أهل الفترة؟ الآن أصل إلى الإجابة عن سؤالك مباشرة. قال من حجته في الآية الكريمة يقول رب العالمين لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين، والآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. اللي كانوا قبل الرسول قبل مجيء الرسول ما جاءهم من نذير. فقلنا نحن أمة محمد اليوم. انتبهوا للسؤال الآن، هل جاءنا نذير؟ يمكن نحن نسمع جوابين متناقضين، جاءنا ما جاءنا، وأنا بقول جاءنا وما جاءنا. لماذا؟ لأنه هالجواب سل أو إيجاب يتفرع من فهمنا للآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل تعني الآية كل شخص في زمن ما في عصر ما لازم تجي دعوة رسول مباشرة من هذا النذير إليه مباشرة، ولا المقصود دعوته مش هو كلامه الشخصي؟ دعوته. ها؟ زي ما قالش دعوته. على هذا الفهم وعلى عكسه من سوء الفهم يضطرب الجواب. نحن اليوم هل جاءنا من نذير؟ الجواب نعم، الجواب لا.
إن كنت تقصد أيها السائل هل جاءنا من نذير مباشرة، نقول لا ما في بعد محمد نبي ولا نذير. وإن كنت تعني هون باب بيت القصيد، وإن كنت تعني جاءنا، فأنا بقول من جاءته دعوة الرسول فهو قد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغ دعوة الرسول فهو من أهل الفترة. عرفت كيف؟